بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، إزيكم؟ عاملين إيه؟ اليوم هنشرح درس جديد أو يونت جديد، يونت 3، التوك أباوت ديفرنت بيبل، بيتكلم عن الناس المختلفة. يونت خفيف مش تقيل، هو الوقت اللي بعديها كمان. Let's start. شعر أشقر، يعني شعر أصفر طول الأجانب، بلوند هير، شعر مجعد كيرلي هير، شعر داكن دارك هير، شعر غير مجعد ستريت هير، الجري رانينج، مشجعين أو معجبين فانس، عداء أو متسابق رانر، هدف جول. بيرد معناها لحية، مستش شارب أو شنب، glasses نظارة، scarf وشاح أو شارب، sports star نجم رياضي، smile يبتسم، feature سمة أو ميزة، أقولها تاني، feature سمة أو ميزة، poor people الفقراء. glasses نظارة متعادلة تاني كانت موجودة فوق، describe يصف، holiday معناها أجازة. تيم فريق، فوتبولر لاعب كرة قدم، سمع حد بيقول لمسها بيساوي كلمة فوت بول بلاير، يس 2-1. سكور يحرز أو يسجل، سكواش لعبة السكواش، بيرسون شخص. أي عندي اللغة الإيطالية أو إيطالي الجنسية، إيطاليان معناها اللغة الإيطالية. كاري يحمل، فاني مضحك، زكايو تاور برج القاهرة، نايسلي بطريقة لطيفة، نيم يسمى أو اسم، يوب معناه دولة أوروبا. أكيد عندنا الأفعال present to past، choose يختار اختار، give يعطي، build يبني بنى. الماضي في المضاد، سينما أنت الأنتم، famous مشهور، والنون معروف نفس المعنى، unknown غير معروف. normal طبيعي، ordinary طبيعي، abnormal غير طبيعي. blonde أشقر، fair أو light أو colored معناها ملون، dark معناها غامق. curly معناها شعر مجعد، ويفي معناها شعر ملولو او ملف او لف على بعضه كده، ستريت او ستريت هي معناها شعر غير مجعد. لونج طويل، طول طويل، شورت قصير. فاست سريع، كويكلي بسرعة، اسلوب بطيء. بور معناها فقير، نيدي معناها محتاج، ويتش ده الانتم بتاعها المضاد معناها غني. ويك ضعيف، انهيلسي معناها غير صحي، وسترونج معناها قوي. البيرفكت سافكس عندنا رانر ضاف لها الاي ار في الاخر سافكس عشان تحولها لعداء من فعل اسم، بلاير تحول برضه من فعل بلاي يلعب الى بلاير لاعب اسم، وعندنا ايطاليان معناها ايطالي الجنسيه، وفاني مضحك. الجنرال نوتس عندنا في فرق بين كلمتين طول ولونج، طول معناها طويل بيساهم مع الأطوال اللي هو المباني والأشخاص، أما لونج معناها طويل بيساهم للأطوال الأفقية أو المسافات. My hair is long، مفيش My hair is tall، غلط. الـ adjective عارفين طبعا إن كلمة fast و الصفات اللي بتوصف عندنا الاسم، فأجي أقول مثلا she is a fast runner، she is a beautiful girl، فبوصف الإيه الاسم. بس خد بالك ان الفيرب تو بي بيجي قبل الصفه مش بعديها، يعني ما اجي اقول ايه شي از بيوتيفول جيرل، ما ينفعش اقول شي بيوتيفول از جيرل، غلط، لازم اقول از الاول اللي هو كان فيرب ايه تو بي. سبورت معناها رياضه، لكن سبورتس لما ضاف لها الاس بتيجي كرياضي، زي ما اقول هنا فوق اهو، تنس از ماي فيفورت سبورت، تنس هي رياضة المفضلة. لكن بص الجملة دي، عصام الحضري is a famous
بروتس ستار. عصام الحضر هو لاعب ايه مشهور. ريدنج مهم جدا. محمد صلاح از ماي فيفرت سبوت ستار. محمد صلاح هو لاعب رياضي مفضل. هي بلايز فوتبول فور ا فيري جود تيم ان يوروب. هو بيلعب في فريق جيد جدا في اوروبا. هي بلايز فور ايجيبت تو وبيلعب ايضا باسم مصر او منتخب مصر. هي از فيري جود ات سكورينج جولز. هو كويس جدا في تسجيل اهداف. هي از ا فاست رانر. هو عداء سريع. محمد صلاح هاز يوجوالي جوت ا بيج سمايل. عندما ابتسامة كبيرة على وجهه. He is quite short for a footballer. هو قصير شوية بالنسبة للاعب كرة القدم. He is 175 meters tall. حوالي 175 متر في الطول يعني. In this photo, محمد صلاح has got dark curly hair and beard. محمد صلاح في هذه الصورة عنده شعر مجعد وعنده كمان لحية. He is a kind person. هو شخص طيب. He gives money to build schools and hospitals in Egypt. بيتبرع بالمال عشان يبنوا المستشفيات والمدارس في مصر. He also gives money to poor people. كمان بيدي فلوس للناس الفقيرة. He is very friendly and he always talks to his fans. To his fans معناها بيتكلم دايما مع أو دايما بيتكلم مع المشجعين بتوعه أو المعجبين بتوعه. هو شخص ودود. He has not got much time for hobbies. ما عندوش وقت كتير للهوايات. But when he is at home, ولكن لما بيكون في البيت, enjoys playing video games and watching films. دايما بيلعب فيديو جيمز, لعب فيديو جيمز ويشاهد افلام. The woman in the first picture has got long straight hair. الست او المرأة الموجودة في الصورة الأولى هي عندها شعر ناعم. And glasses ولابس نظارة. The man in the second picture has got short curly dark hair. الشخص اللي في الصورة الثانية عنده شعر مجعد وقصير واسود and mustache وشنب. The second woman المرأة دي has got short blonde hair. عندها شعر قصير لونه أصفر. The second man has got short dark hair and a beard. الشخص ده عنده شعر قصير لونه اسود وداكن وكمان عنده بيرد معاه لحيه. طبعا كملنا حاجه مع بعضينا. خش بعد كده في الجامعه. الجامعه بيتكلم عن حاجه اسمها هاف وهاف جوت. هو جامعه سهل جدا ممكن خدته من اول خمسه ابتدائي انا اعتقد. هاف وهاف جوت معناها يمتلك. طبعا الهاف بتوقع مع الضمائر الاي والهي الاي والزي والوي واليو. اما الهاز بتوقع مع الضمائر المفرد الهي والشي والات. بيجي معاهم كلمه اسمها جوت. خد بالك ممكن يختصر لك كلمه هاف بابوسوف في اي يختصر بكلمه هاز بابوسوف اس. لما جم فيها اقول ليس لديه او ما عندهوش. طبعا هاف وهاز معناها يمتلك او عنده. بن فيها بنوت طبعا فاقول هافنت نوت جوت او هاف نوت جوت او هازنت جوت او هاز نوت جوت. لما في السؤال بجيب هاف وهاز في الاول معنى هل وبعد كده بجيب الفاعل ثم كلمه جود. يعني هي حاجه سهله جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. خدنا بعد كده حاجه اسمها كان وكانت برضه خدتهم متغير في رابعه ابتدائي تقريبا. كان معناه يستطيع وكانت لا يستطيع كافعال مساعده وبيجي بعديهم الفعل بالمصدر انفينيتيف بدون اي اضافه. اللي بتساوي كلمه ام ايبل تو درايف اكار لما ناخدها سنه ثانيه ان شاء الله ام ايبل تو. نمبر 1 يبقى اذا لما نلاقي الهاف والهاز ناخد كلمه جوت ولما تلاقي جوت تاخد هاف وهاز. ولو ما جتش كده ما تاخدش الهاف والهاز ثم ما فيش جوت ما تاخدش الهاف والهاز. ممكن يبقى عندك الاختيار بتاعك كان. نمبر 1 اي نو ا جوت ا شورت كيرلي هير. في كلمه جوت تقول اما هاف وهاز يبقى اولى تاخد هاف عشان الاي. نمبر 2 اي نو ا فيزيت ماي انكل توداي بيكوز اي ام فيري بيزي. طبعا هنا هناخد ما ينفعش اخد هاف لما فيش جوت زي ما قلنا ثم ما فيش جوت ما ينفعش اخد هاف. يبقى تاخد لاما كان لاما كانت. هيبقى كانت بيقول لك ما قدرتش ازور عمي عشان يوم ان انا مشغول. اميره نو ات جوت بقت جوت يبقى ناخد لاما الهاف والهاز. واميره دي مفرد يبقى ناخد الهاز مش هينفع عند الهاف ولا هافنت. لاما ناخد هازنت لاما هافنت. اميره نو ات جوت ا كار شي ووكس تو ورك. هي ما عندهاش عربيه عشان كده بتمشي المدرسه.
يبقى هذا انت. محمد صلاح نقط سكور، ما فيش غير الكلمه اللي احنا خدناها هي كلمه كان، ان مش ينفع هاز، ما فيش ولا هاف، ما فيش ولا جوت، مش هاخد الهاز او الهاف. في نقط جوت، بص في كلمه جوت هي هتبقى هاز، برافو عليك عشان المفرد عشان شيء. نمبر 6 نقط يو ريد ذي ستيكس بليز، يبقى كان ما ينفعش اخد الهاف، لان طبعا هنا ده ما فيش جوت، وما ينفعش اخد الدز، لان الدز هنا ما عنديش ايضا الضمير بتاعي، لان عندي الضمير بتاع يو، ما عنديش هي او شيء عشان اخد الدز. نقط هاز جوت ان يو لابتوب، طبعا الهاز بتوقع مع الضمائر المفرد اللي هو الهي والشي والات. ونقط اني باكس، خد بالك الملف في اني لازم في الجمله، مش هينفع هنا عندي هازن هاز، ولا ينفع عندي هاف، لا اما هافنت لا اما هازنت، تبقى طبعا هافنت عشان الوي تاخد الجمع. هاز هي جوت ان امبريلا، نو هي هنعكس اول اثنين، هتتحول حاجه اسمها هازنت عشان النو وتخليها منفي. نمبر 1 نو زي نقط جوت اكارد، طبعا هنا عندي كلمه جوت تاخد الهاف والهاز، فطبعا لازم هتبقى هنا الضمير عندي زي هتبقى هافنت. نمبر 2 وي كان جيفز، طبعا كان بيجي بعديها الفعل في المصدر هتبقى جيف بس. نمبر 3 هاف سمير داد جوت ابير، طبعا هنا سمير هيبقى مفرد هتبقى هاز مش هاف. نمبر 4 شي هاف، برضه هاف غلط، هنخليها برضه هاز، ممكن نخليها ابوس اوف اس فقط، وممكن نخليها يعني زي ما هو انت عاوز تكتبها، ممكن تكتبها هاز عاديه خالص. اوكي ماي سيستر هازنت جيت، ما اسمهاش جيت طبعا، الهاف والهاز بتاخد كلمه اسمها جوت. شي كانت رايدنج، طبعا مش هينفع رايدنج عشان كانت بيبقى فيها في المصدر، تبقى رايد بس شيل اي ان جي منها ورجع الاي بتاعتها. اي ام في بيزي توداي سو اي، مكان كلمه كان هتبقى كانت، مش هينفع احط الهاف والهاز، لان الهاف والهاز ما بيجي بعديهم الفعل، بيجي بعديهم كلمة جوت، وكلمة جوت مش موجودة. كده شرحنا الجمع بتاع الهاف والهاز جوت، شرحنا الجمع بتاع كان. نخش في الكلمات ليسون 3-4 children's story معناها قصة أطفال، بنتنج رسم فرشاة، سكيري مخيف، سترنج غريب، بلوج بوست معناها منشور أو مدونة، شخصية كاركتر معناها شخصية، أو تاني كاركتر معناها شخصية، أنجري غضبان، كليفر ماهر، بورينج ممل، فرايتند خائف. وكلمة اسمها سينسبل معناها عاقل أو حكيم، سينسبل معناها عاقل أو حكيم. learning معناها تعلم، regularly معناها بانتظام، online تصل الانترنت، history تاريخ، website موقع انترنت، twice مرتين. wonderland معناها أرض العجائب، wonderland أرض العجائب، hearts قلوب، meaning معنى، mean أساسي أو رئيسي، queen ملكة. laugh معناها يضحك، shout يصرخ أو يصيح، true story معناها قصة حقيقية، decisions قرارات، notebook دفتر أو كراسة. الأفعال swim begin understood يسبح سبحة، يبدأ بدأ، ويفهم فهم في الماضي. الكلمة والعكس بتاعها مصادفات ومضادات، بريف معناها شجاع، السينما بتاعها هيوك أو بولد، أنت بتاعها كراودلي أفريد معناها جبان أو خائف، ايبل قادر، كيب ايبل قادر، أن ايبل أو ويك غير قادر أو ضعيف. انترستنج شايك، اكسايتنج السينما بتاعها شايك، الأنتونيم والأوبزيت معناها بوينج مملة. سترينج غريب، أنيوجوال غريب، يوجوال معناها مألوف أو عادي. كليفر ذكي، انتليجنت ذكي، وستيوبيد غبي.
Angry غضبان، Cross غضبان، Quiet أو Calm معناها هادئ. أكيد عندي Cinnamon Anthem هي الـ Prefix والـ Suffix، Frightened خائف، Regularly بانتظام، Meaning المعنى، Learning التعلم، Painting التلوين، Sensible معناها عاقل أو حكيم. Reading All about me كل شيء عني. Hi, my name is Yunus. اسمي يونس. I have got short dark curly hair. عندي شعر مقعد واسود وقصير. I live in Alexandria with my mom. أنا عايش في اسكندرية مع أمي. Dad and two brothers وأبويا واثنين من إخواتي. My favorite school subject is history. مادتي المفضلة هي التاريخ. I love learning about the past. بحب أتعلم عن الماضي. I like math and science too. وبحب كمان الرياضة والعلوم. I don't like art. ما بحبش الرسم. But because I am not very good at drawing or painting. أنا مش كويس ولا في التلوين ولا في الرسم. I often play sport after school. غالبا بلعب رياضة بعد المدرسة. My favorite sport is basketball. لعبتي المفضلة هي كرة السلة. I am good at it. أنا كويس جدا فيها. Because I am tall and I can jump high. لأن أنا طويل ممكن أنط عالي. I like swimming too. أحب أعود عن السباحة. I go swimming twice a week. بروح السباحة مرتين في الأسبوع أو بتمرن الساعة مرتين في الأسبوع. At home I like reading and playing video games. في البيت بحب القراءة وبحب ألعب فيديو جيمز. I don't like watching TV. ما بحبش أشاهد التلفزيون. I think it is boring. بعتقد إن دي شيء إيه ممل. طبعا ده برضه حليناه مع بعضينا. الجمر الثاني هو جمر برضه سهل جدا، كان موجود في سنه 5 ابتدائي. عندي افعال following by verb plus ing، افعال بتتبع بالفعل والاي ان جي. يعني ايه الافعال دي؟ هي عندي لايك اهي لك على زوم اهي، لايك لاف انجوي، لايك يعني احب، لاف like يعني يعجب او احب، ولاف يعني احب، وانجوي يستمتع، بريفير يفضل، دونت لايك وهيت وديسلايك. دي كلها من الافعال، وخصوصا هي يعني الاهمهم لايك ولاف وانجوي بريفير. الافعال دول هم الاربعه دول اهمهم. بيجي بعديهم الفعل بنضيف الاي ان جي، او يجي بعديهم اسم. طبعا الاسم مش هينفع نضيف الاي ان جي، ده اسم يعني ما ينفعش مثلا يكون اسم احمد او ايا كان، ما ينفعش نضيف الاي ان جي يعني تمام كده. او ممكن تجيب كلمه سبوت، والسبوت برضه رياضه ما ينفعش تطلع ان جي سبوتنج. طيب اي لايك سويمنج، بص انا بحب السباحه. زي دونت لايك واتشنج في، بص كلمه لايك ضفنا بعديها الايه الاي ان جي للفعل. بص انا عندي فعل لاف، شي لافز ليرنينج، ضاف للفعل ليرن اي ان جي. شي دازنت لايك بينتينج، ادي لايك اهي وضاف للفعل برضه ايه الاي ان جي. اوكي بس عليهم طبعا بدو داز خدناها في الوحده الاولى. المهم انا عندي حاجه اسمها برضه جود ات وباد ات وانترستد ان. الثلاث كلمات دول برضه مهمين، بيتبعهم الفعل بلس اي ان جي او النون الاسم. يبقى انا عندي كده سبع حاجات، لايك لاف بين فير انجوي، الاربعه الاولانيين دول. جود ات باد ات، جود ات معناها جيد فيه، وباد ات معناها سيء فيه. وعندي انترستد ان مهتم بيه. السبعه دول بيتبعهم لو جه بعديهم فعل بنضيف له ان جي، لو اسم مش هيضيف له حاجه. تمام كده؟ ملحوظه بس صغيره كده، كلمه ود لو دخل الود على كلمه لايك، يعني احنا فوق في كلمه لايك او فعل لايك، بص فوق لايك مفيش قبلها ود، مفيش غير كلمه دازنت. بص هنا ما كانش فيه قبلها حاجه، فيه قبلها الاي. لو جه قبلها كلمه ود دي اللي هي اختصار ابوس اوف دي، مش هتخلي بعدها اي ان جي، تخلي بعديها تو المصدر. خد بالك من الاوزي عشان ممكن تيجي في امتحانات. تاني لايك ولاف وبفير وهيت الاربعه دول او انجوي، لو جه بعد لما جاش قبليهم حاجه، يعني جه قبليهم الفاعل عادي اللي هو الاي والهي والشي عاديه خالص، عندي في اي ان جي الفعل بعديها. لو جه قبليها كلمه وود دي، لا خد بالك بقى ان وود هتخليها تو اللي جاي بعديها تو المصدر. او بص كده هي وود لايك تو درايف، لما جه كلمه وود قبل لايك غيرت المعنى خليتها تو درايف. عارف لو شلت وود دي تبقى لايك درايفنج، وود غيرت المعنى او غيرت الجمله. تاني
في حالة وجود جود، في حالة وجود وود قبل لايك او لاف او بيفير، تخلي اللي جاي بعدها تو المصدر. لكن لو شلتها كده، لو اتشالت دي في ان جي للفعل، اوكي خلص الجواب بتاعك. تعال نحل عليه. نمبر 1، بص انا عندي كلمه وود اهي، خد بالك هي وود لايك، الود ناخد التو المصدر غير كده كنا خدنا الاي ان جي. احمد لايك هيستوري بيكوز هي لافز، ادي لاف اهي قبل الفعل قبل النوت ونضيف الاي ان جي ليرنينج. نمبر 3، اي دونت لايك، لايك مش جايب ليها دود، يبقى نحط الاي ان جي على طول بلينج. نمبر 4، نهى، نهى يا اما دازنت يا اما ازنت، يبقى طبعا دازنت لايك. نمبر 5، بدل يسال بايه؟ بداز، وقعدت انك مجاوبه كريم بكلمه داز من غير ما نقرا الجمله يعني. داز شي لايك واتشنج تي في؟ قال لك يس شي داز. نمبر 6، سما ازنت انترستد ان، انترستد ان ايه اللي كانت مع جود ات، وتجي بعدها الاي ان جي برضه للفعل. هي بيرفيرس، خد بالك بيرفيرس مش جاي قبليها وود، هتيجي عليها الاي ان جي على طول. هدى doesn't enjoy، enjoy بيجي بعدها الاي ان جي زيها زي لايك ولاف. دو دو زي لايك، يبقى لايك هيجي بعدها الاي ان جي للفعل. هي بتاعت وود دي قليل قوي لما تشوفها اصلا، بس بتيجي لما يكون حد حاطط امتحان ايه رخم فيها على الطالب. امير از جود ات، جود ات بيجي بعدها الاي ان جي للفعل، يبقى يوزنج. هنحل دول. نمبر 1، هدى از باد ات، طبعا باد ات بيجي بعدها الاي ان جي للفعل، تبقى سويمنج. طبعا هنضعف الام عشان جايه قبليها حرف متحرك وقبليها حرف ساكن، قبليها حرف ساكن وكان قبليها حرف متحرك اللي هو كان قبل كم، كان قبل ال قبليها الام وقبليه الاي طبعا حرف الايه الفاولز حرف المتحرك. علي is good، طبعا اسمها good at مش good for، جيد فيه. نمبر 3، عماد likes، طبعا watch هتضيف ing عشان فعل like بتاخد ing watching. I am interested اسمها interested in مش interested about، مهتم بيه، مهتم بالارت الفن. Does your father like travel؟ طبعا لايك اهي، هتحط الاي ان جي للفعل يبقى traveling. Would you be free right؟ طبعا في would اهي، فتخلي الفعل ياخد التو المصدر، خد بالك من ده، خد بالك من would، تاني مرة تجي لك اهي، يبقى التو right. بليغ is interested in، طبعا interested in بيبقى فعل اس اي ان جي، تبقى listening مش listens. I hate، hate بيجي بعد الاي ان جي للفعل، تبقى walk، هتبقى walking دي فعل اي ان جي. What do you like؟ like اهي يجي بعد الاي ان جي، تبقى doing مش do. يعني هو من اسهل الجمل انت ممكن تشوفه في الوقت الثالثه كلها يعني، خصوصا بتاع have و has و عندنا بتاع الاي ان جي للفعل اللي هو بيتبع بالافعال. هاف يو لايك سويمنج؟ يس اي دو. يبقى مش هينفع هنا هاف، هتبقى دو طبعا عشان هو جابك هناك بكلمه ايه؟ يس اي دو. انت هنا من الجامعه بتاع الوقت ده الثالثه يونس 3، نخش في اخر الكلمات الوقت الثالثه. كلمه بيست فريند، افضل صديق. بيست فريند افضل صديق. كلاس روم حجره الدراسه. سيكريت سير ويلي تشير، خد بالك من كلمه ايه، خد بالك ان كمان الاتش عندي هنا سايلنت ما بتقراش، اتش اي سايلنت. ويلي تشير كرسي متحرك، بتيجي في معاك كتير او الكلمه دي. ستورم عاصفه. بيرسوناليتي، بيرسوناليتي شخصيه. ابيرنس، ابيرنس معناها مظهر او هيئه الشخص. ريفيو مقال نقدي. كول يسمى او يدعى. تريشر كنز، تريشر كنز. ايلاند، خد بالك ان الاس هنا عندي ما بتنطقش سايلنت، ايلاند معناها جزيره. توجيزر معناها معا او سويا. بول حمام سباحه. كونكت معناها يتصل او يترابط به أو الطبيب بي.
بيك تحدث للأفعال طبعا سبوك تحدث وسبوكن تصل التاء بتاعه. كلمات المضاف والمضادات كونكت اتصل أو يربط، لينك نفس المعنى اللي هو المضاف بتاعها السينم، انتر ديسكونكت أو سيبريت يفصل. عندنا بعد كده بيسك سفكس بيرسوناليتي شخصية، هنا يعني بنجيب الاسم طبعا، ابيرنس مظهر برضه تكون اسم من الفعل، رايتر كاتب وكان الاصل بتاعها رايت يكتب برضه تكون الاسم من الفعل. دي الوظيفه بتاعت البيرفكت والسفكس. ناخد بالنا بس من الحاجات دي اللي هو استخدام كلمات ربط، ربط الافكار. عندي طبعا كلنا عارفين ان كلمه اند معناها و، وبيكوز معناها لان، وبط معناها ولكن. طبعا لما بيجي في نص الجمله ربط الجملتين ببعض، يعني بربط جملتين ببعض. بعد ما عملت لينك ووردز تو كونكت ايدياز عشان اربط الكلمتين اربط الجملتين ببعض عشان اربط الافكار ببعض. اند معناها وان، ان انت بتقول حاجتين زي بعض، يعني مثلا يقول لك اي لايك سويمنج اند تنس، بحب السويمنج والتنس، بحب الاثنين. لكن بط معناها في تناقض، يعني بحب حاجه بكره حاجه، يقول لك اي دونت لايك بانانس، ما بحبش الموز، بط اي لايك مانجوز، ولكن بحب المانجا. يعني هو بيحب ما بيحبش حاجه ويحب حاجه، والعكس ممكن يحب حاجه ويكره حاجه. تمام كده، في تناقض في الجمله. بيكوز معناها لان، ربط السبب بالنتيجه، بربط السبب بالنتيجه. يعني على سبيل المثال اي لايك باسل، بحب باسل لان بقى وعلشان، هي از ا لوت اوف فن، يعني مضحك كتير. اوكي ريدنج بتاعنا ده اخر ريدنج في الوقت ده. هو از يور بيست فريند، من هو صديق المفضل؟ ماي بيست فريند از كولد باسل، صديقي المفضل بيسمى باسل. هي هاز جوت ستريت هير اند براون ايز، هو عنده شعر ناعم وعيون بنيه. هي از كايند اند هي از فيري فاني، هو شخص طيب وكمان مضحك، يعني فاني مضحك كده. هي لايكس ريدنج اند بلاينج فيديو جيمز، بيحب دايما القراءه والالعاب فيديو جيمز، العاب الفيديو. Those are my favorite hobbies. دول كمان هواياتي المفضلة أيضا. Basil has got a wheelchair because he can't walk. هو قاعد على كرسي متحرك لأنه هو ما بيقدرش يمشي. It isn't easy for Basil to travel around school. مش سهل إن Basil إن هو يعني يلف حوالين المدرسة أو يجي للمدرسة. I open doors for Basil and I help him to get things in the classroom. أنا بفتح له الباب وبساعده في ان هو يحضر اشياء الى الفصل. بس از ويتشير از نوت يوجوالي ا بروبلم، الكرسي بتاعه اللي هو عليه مش بالنسبه له مشكله. هي دو ا لوت اوف ثينكس توجذر، بنعمل اشياء كتير مع بعض. هي جوز تو اول ماي هي جوز تو اول اوف ماي ليسنز اند وي هاف لانش توجذر، كل بنروح مع بعضينا كل الدروس، او هو بيذاكر معايا كل الدروس وكمان بنتغدى سوا. Sometimes we even play football in the playground. وأحيانا بنلعب كرة قدم في الملعب. Basil can't run، ما بيقدرش يجري. But he is a fast in his wheelchair، ولكن هو سريع في الكرسي بتاعه. I like Basil because he is a lot of fun. بحب باسل لأن هو مرح وبيحب الضحك. I am very happy that he is my friend. أنا سعيد جدا إن هو إيه؟ صديقي. كده انتهينا من الوحدة الثالثة، نحل التست الخاص بيها. نسيب الليسن نخش في الديالوج. تاي از تيلينج تامر اباوت هيز بيست فريند، تاي بيربط تامر عن صديقي المفضل. فالنقطة كم واحد اهي عندي، رقم واحد عندي اجابة، فابص فوق على السؤال بيقول له وات از يور بيست فريند نيم، ما هو اسم صديقك المفضل؟ ما نقولش اسم، نكمل يمكن هو ايه له اسم. He has good curly hair and green eyes. هو لم يذكر اسمه، فممكن نقول له أي اسم بقى، يعني ممكن خلاص هو ما ذكرش اسم معين، فإحنا ممكن نذكر أي اسم. He is called، هو يسمى، ونكتب مثلا باسل محمد أنت عاوز تكتبه، مفيش في مشكلة ممكن تكتب الاسم على طول. رقم اتنين سأله، رقم اتنين ده سؤال، فقال له He has good curly hair and green eyes، هو عنده شعر مجعد وكمان عيون خضراء. يبقى ما هو صفاته؟ اسمها كده What does he look like؟
يعني هو شبه او شكله عامل ازاي. لوك لايك معناه يشبه، يعني ماذا هو يشبه او شكله عامل ازاي. نمبر 3 سؤال رد عليه تحت قال له هي لايكس ريدنج اند بلاينج فيديو جيمز، هو بيحب القراءه وبيلعب العاب الفيديو. ممكن نقول له ماذا هو يحب او ما هي هواياته، وات از هيز فيفورت هوبي، ما هي هوايته المفضله. الاجابه صحيحه. ممكن نقول له كمان ماذا هو يحب، What does he like؟ الإجابتين صحيحة جدا مفيش فيهم مشكلة. نمبر 4 إجابة، فبص فوق على السؤال بيقول لك What is he good at؟ هو كويس في إيه؟ نكمل ممكن يقول لك أو قال لك Wonderful. Do you think he will be a football player؟ يبقى هو بيحب إيه بقى؟ الفوتبول. هو كويس في الفوتبول. He is good at football. أو بلاينج فوتبول، مفيش فيها مشكلة. رقم 5 عندنا إجابة، ففوق السؤال بيقول لك Do you think he will be a footballer football player؟ تعتقد هو هيلعب هيطلع لاعب كرة قدم؟ ممكن تقول له يس شور. طبعا السؤال فوق بدو فأجاوبه بيس ونو. إيه؟ تمام. السؤال مبدأ بدو داز ديد، دي بنسميها افعال مساعدة بنجاوب عليها باسمه. القطعة اقرأ read the following and answer the question. I have got many friends but Akram is my best friend. أنا عندي أصدقاء كتير ولكن أكرم هو أفضل صديق بالنسبة لي. He has got short dark straight hair وعنده شعر مجعد وقصير. أنا آسف شعري ناعم وقصير. هي دي بتعود لمين؟ هو بتعود لأكرم اللي هو الشخص اللي قبليه، يعني هي معناها هو. بنرجع قبليها بنجيب الشخص عندنا أكرم. He lives in Kalubia governorate with his mom. هو عايش في محافظة كالوبيا مع أمه. Dad and two sisters مع أبوه واتنين من إخواته بنات. His favorite subject is history because he loves learning about the last. هو مادته المفضلة التاريخ لأنه بيحب إيه يتعلم عن الماضي. He also likes math and science وكمان بيحب الماث والساينس العلوم والرياضة. He doesn't like art because he isn't good at drawing or painting. هو مش كويس في مادة الرسم لأنه مش كويس في الرسم أو التلوين. His favorite sport is swimming. مادته المفضلة أو رياضته المفضلة هي السويمنج السباحة. He goes swimming twice a week. بيروح السباحة مرتين في الأسبوع. He's a big fan of Liverpool Sports Club and محمد صلاح. هو مشجع كبير لفريق ليفربول ومحمد صلاح. He always watch football matches on TV and sometimes go to the stadium. هو كمان يعني بيشاهد دايما ماتشات على التلفزيون واحيانا بيروح الاستاد. He watches matches of our national team. بيروح الاستاد كمان بيتفرج على الفريق الوطني بتاعنا اللي هو بنسميه المنتخب المصري. قلنا رقم 1 ان هي دي بتعود لمين؟ هي بتعود لمين؟ بتعود لأكرم. Twice معناها ايه؟ معناها two times مرتين. أكرم has got short no straight hair. اكيد طبعا هقول لك فوق كلمة dark hair. Give a suitable title for the passage. قلنا معناها title دي معناها عنوان. من غير ما ابص فوق على القطعه هو معروف هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن بيست فريند، افضل صديق. Why do you think Akram sometimes go to the stadium؟ ليه Akram بيروح الاستاد؟ ما اقول لك فوق اهو ان هو he watches matches of our national team. هتكتب قبلها كلمه ايه؟ because. Number 6 How often does Akram go swimming؟ كم مرة أكرم بيروح فيها السباحة؟ قايل لك فوق أهو إيه؟ توايس مرتين. قطعة سهلة مفيهاش مشكلة. Choose Number 1 She didn't want to go into the cave because she was ما بحبش يروح إلى الكيف الكهف إن هو بيكون أو هي بتكون frightened خائفة. Lean likes طبعا قلنا like يبقى عليها بيجي الـ ING للفعل talking. The first note on Monday
بوني is science. The first lesson الحصة الأولى في يوم الاثنين بتكون الساينس والعلوم. أيمن هاز الهاف والهاز بياخدوا كلمة اسمها جود. People who likes something or admire someone are called الناس اللي بتحب شخص ما أو شيء ما بيكونوا فانز. He hasn't scared هي هو ما كانش خائف. Not he is brave boy because لأنه هو بيكون شخص شجاع. شنفع أنت ما كانش خايف إن هو شخص شجاع إسرائيلي. My friend told me صاحبي قال لي a note that no one else knows secret قال لي السر عشان ما فيش حد عارف. I always help my sister دايما بساعد أختي إن هو thinks at home. طيب بساعد أختي إن هي حاجة الأشياء في البيت. Drive تسوق لا. Ride تركب لا. وإيد تأكل لا يبقى do thinks at home تفعل أشياء في البيت. لقيت بوبي الكلب الصغير couldn't get out of the ما عرفش يطلع من حاجة itself as he can't swim ما عرفش يقوم يبقى أكيد طبعا إيه البول حمام السباحة. دكتور مجدي يعقوب has an attractive مجدي يعقوب عنده أكيد طبعا personality attractive personality شخصية جذابة. Number one read and correct is underline words. Can you helping طبعا كان بيجي بعدها زي ما حد بيقول يا مستر بيجي بعدها فعل في المصدر تبقى help مش helping. Number two, الهي ما بتاخدش الهاف بتاخد حاجة اسمها has. Number three, I like English, not math and math. We in math بحب الإنجليزي والرياضة. Number four, does he like or like بيجي بعديها الفعل if I بنضيف له ING تبقى playing. طبعا هنا الباراجراف بيتكلم عن حاجه اسمها ماي بيست فريند او يو بيست فريند. لو بصيت للقطعه هتلاقي اصلا كان بيتكلم عنها. ممكن تتكلم كمان عن البيست فريند بتاعه وده اتكلمنا عليه كمان الوحده الاولى. ولكن هو الاهم عندنا في الوحده الثالثه وده باراجراف بيكتب جدا في الامتحانات هو عن يور فيفورت سبورت ستار عن نجمك الرياضي المفضل. ده اللي بيكون من اهم الباراجرافات الموجوده مش فقط في الوحده الثالثه على مدار الترم كله. كده خلصنا الوحده الثالثه أو يونت 3 نشوفك قريبا إن شاء الله في الوقت ده 4 أو يونت 4. See you later. Goodbye.